بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل اللهم آمين فهذا هو اللقاء الأول في شرح حقيبة الفقه الشافعي التي شرفت أن أكون أحد من شارك في إعدادها والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وهي من إصدار مكتب فقهاء للتدريب والإستشارات كتب الله لهم عظيم الأجر أقول بارك الله فيكم إن الفقه الإسلامي ينقسم إلى أربعة أرباع الربع الأول يسمى ربع العبادات والربع الثاني يسمى ربع المعاملات المالية والربع الثالث يسمى ربع الاسره او ربع الانكحه وصار يسمى اليوم فقه الاسره والربع الرابع يسمى ربع الحدود والجنايات والقضاء والشهادات فالفقه ينقسم الى هذه الاجزاء الاربعه والفقهاء رحمهم الله تعالى رتبوها بهذا الترتيب فبدأوا بربع العبادات لأنه يتناول علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى ولأن المقصود منه مقاصد الأخرة تحصيل أمور الأخرة فكان أولى بالاهتمام والتقديم ثم بعد ربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى الكلام على المعاملات المالية فيتكلمون على أحكام البيع وأحكام الربا وأحكام السلم والرهن وأحكام الإجارة والشركات والقراض والمساقات إلى آخر ويختمون كلامهم على ربع المعاملات المالية بكلامهم على الفرائض والوصايا وبعد أن يتكلموا وبعد أن يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على ربع المعاملات المالية يتكلمون على ربع الأنكحة. وأخر ربع الأنكحة إلى بعد المعاملات المالية لأن شهوة الفرج متأخرة عن شهوة البطن. ثم بعد أن يتكلموا على ربع الأنكحة يتكلمون على أحكام عقد الزواج وأحكام المهر وأحكام الخطبة. ثم أحكام الطلاق والخلع والإيلاء والرجعة وغير ذلك. يتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على أحكام الجنايات والحدود والقضاء والشهادات وما يتبع ذلك. لأن الغالب أن الإنسان إذا أشبع شهوة بطنه وشهوة فرجه يحصل منه اعتداء على غيره. وحينئذ نحتاج إلى الفقه الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في الربع الرابع. إذا بارك الله فيكم نقول مرة أخرى الفقه أربعة أجزاء. الجزء الأول ربع العبادات، والجزء الثاني ربع المعاملات المالية، والجزء الثالث ربع الأنكحة، والجزء الرابع ربع البنايات والحدود والقضاء والشهادات. الربع الأول الذي هو ربع العبادات، نعم، الذي هو ربع العبادات. فربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى فيه الكلام على أركان الإسلام العملية. أركان الإسلام التي تضمنها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فيتكلم الفقهاء رحمهم الله تعالى على الأركان العملية في ربع عبادات فيتكلمون على الصلاة ويتكلمون على الزكاة ويتكلمون على الصيام ويتكلمون على الحج وقد يلحق بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى حتى من فقهاء الشافعية الكلام على بعض العبادات الأخرى فيتكلمون مثلا على أحكام الأضاحي وأحكام العقيقة وأحكام النذر إذا في ربع العبادات يتناول الفقهاء رحمهم الله تعالى أركان الإسلام العملية الأربعة وهي ماذا؟ نعم الصلاة الزكاة أحسنت الصيام والحج أحسنت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته